جينات بيقابلني تاني صح الثيرويد تشين، بس حبيت قبل ما ندخل على الالكترون ترانسبورت تشين لازم في شويه كلام هنا طبعا كلكم عارفينه، بس هنراجع مع بعض معلوماتنا اللي هتساعدنا ان انا افهم الالكترون ترانسبورت تشين. اول حاجه هنراجع مع بعض يعني ايه اوكسيديشن، يعني ايه ريدكشن. طبعا كلنا خدنا الحاجات دي يمكن ابتداء من اعدادي وثانوي، مين فينا ما يعرفش يعني ايه اوكسيديشن، مين فينا ما يعرفش يعني ايه ريدكشن. هنعيدها تاني بالشكل بقى بتاع البايو كيمستري عشان تقرب لنا لما نيجي نتكلم على الالكترون ترانسبورت تشين. اوكسيديشن كلنا عارفين ان هي الموفل اوف الكترون، مش كنا بنقول كده الموفل اوف الكترون، او كنا بنقول زمان في الكتب بتاعت الكيمياء ان انا بعمل اوكسيديشن اديشن اوف اوكسجين، اعمل اوكسيديشن او ريموفال اوف الكترون او ريموفال اوف مين؟ هيدروجين. والريدكشن عباره عن ايه؟ اديشن اوف الكترون اور اديشن اوف هيدروجين. فبتيجوا عندنا في البايوكيمستري بنتكلم اكتر على الالكترون، بس انا هفهمكم ليه بنتكلم اكتر على الالكترون. عشان نفهم الاكسديشن والريدكشن نبص كده مع بعض، دول تو اتومز، تو اتومز، واحده هتطلعها اكسديشن لوست الالكترون بتاعها، والثانيه هتطلعها ريدكشن اكسبت الالكترون. اللي لوست الالكترون دي بقول عليها ايه؟ اوكسيدايز، واللي اكسبت الالكترون بقول عليها ريديوس. طيب يبقى معنى كده ان الاكسديشن والريدكشن ده تعتبر كابلد بروسس، كابلد بروسس، يعني اي اتم اي مولكيول اي رياكشن اي رياكتنت بتدخل، يعني اثنين بيتفاعلوا مع بعض، واحد بيدخل الالكترون او بيحصل له لوسنج للالكترون، والثاني بيحصل له ايه؟ اكسبتنج للالكترون. واحد بيبقى اوكسيدايز اللي بياخد الالكترون، وواحد بيبقى ريديوز اللي اكسبت الالكترون. طيب يا دكتوره انت كنت بتقول لنا الالكترون او الهيدروجين، طب ليه كنا زمان بنقول هيدروجين ودلوقتي بنقول الكترون؟ هي ذره الهيدروجين، الاتوم اوف هيدروجين فيها كام الكترون؟ ودي احنا ما بنتكلمش عن البروتون قد ما بنتكلم على الالكترون. يبقى معنى كده لو انا فقدت الكترون هيها زي ما اقول ايه؟ فقدت هيدروجين. ليه؟ لقيت ذرة الهيدروجين فيها الكترون واحد. يبقى هي التسمية صحيحة، بس احنا بنتلخبط، يحصل لنا كونفيوجن، اللي مرة يقول لك افقد الكترون، مرة يقول لك افقد هيدروجين. يبقى شيء لوجيك، شيء منطقي ان انا مع عارفة ان ذرة الهيدروجين فيها الكترون واحد. يبقى انا لما افقد الهيدروجين كأني فقدت مين او فقدت مين؟ الكترون. هي يبقى اي اوكسيديشن اللي بيطلع بيه دلوقتي ان اي اوكسيديشن ريدكشن رياكشن بيبقوا كابلد مع بعض، بيبقوا كابلد. طيب ندي اكزامبل، الكابلد رياكشن دول بيعملوا لنا حاجه اسمها ايه؟ ريدوكس بيرز. يعني ايه؟ يعني كل حاجه موجوده بذوق، ذوق. يعني ايه ذوق؟ يعني اثنين دبل. يعني مثلا انا بقول واحد بيفقد الكترون، مثلا واحد اهو في الكترون بياخد الالكترون بيروح للاتوم الثانيه، يبقى دول بير، واحده اوكسيدايز واحده ريديوز. ايه اشهر بير عندنا؟ خدنا الاسم بتاعه السنه اللي فاتت، خدنا الكو انزيم اسمه ايه؟ الناد. وقلنا ان الناد ده لما بيشيل الهيدروجين او لما بياخد الالكترون بيتحول الى ايه؟ ناد اتش. يبقى الناد لو انا اديته التو هيدروجين، التو هيدروجين جم منين؟ بتوع اي سبستريت، يعني اي سبستريت اي تفاعل رياكشن حاجه فيها هيدروجين زياده او الكترون زياده، مين اللي هيشيلها لي؟ مثلا فور اكزامبل الناد، الناد هيتحول لايه؟ الى ناد اتش بلس بروتون. يبقى دول الناد والناد اتش بلس بروتون دول يعتبروا ايه؟ ريدوكس بير، ريدوكس بير. واحد بيحصل له اوكسيديشن والتاني بيحصل له ريدكشن. مين الاوكسيدايزنج؟ مين الاوكسيدايزنج؟ الاوكسيدايزنج اللي بياخد الالكترون،
هيفقد الالكترونز بتاعه. يبقى اي ريدوكس بير بيبقى في واحد اوكسيدايز وفي واحد ريدوس، او اوكسيدايز يعني واحد هيفقد الالكترون وواحد ريدوس واحد هيأكسبت الالكترون. ندي اكزامبل تاني ريدوكس بير، في عندنا مره بحيث خدناها اللي هي فاب والفاب اتش 2 او الاف ام ان والاف ام ان اتش 2. الفاب هناخد فورم سامبل، الفاب لو فاب الالكترونز او الهيدروجين بيتحول الى فاب اتش 2، يبقى الاثنين دول عاملين مع بعض ريدوكس بير، واحد ريدوس واحد اوكسيدايز. هي دي اللي المفروض نفهمها قبل ما ندخل على موضوع الالكترون ترانسبورت اتش. زي ما انا حطلكوا كده انواع للريدوكس بير، في عندي الناس للاتش، في عندي الاف ام ان اف ام ان اتش 2. في يا دكتوره اسامي جديده كده هناخدها ان شاء الله في الجلايكوليزي، البايوفيت واللاكتيت. ايه البايوفيت ده؟ اللي هو البايوفيك اسيد. البايوفيك اسيد دول ده لو اديته 2 هيدروجين او 2 الكترون هتحول للاكتيك اسيد. يبقى معنى كده ان في واحد ما فيهوش الكترون وفي واحد فيه الكترونز اعلى، والاثنين الرياكشن بيحصل مع بعض وبيبقى طارد، واحد بيبقى اوكسيدايز وواحد بيبقى ريدوس، يبقى دول مع بعض يعملوا لي حاجه اسمها ريدوكس بير. يبقى فهمنا معنى ريدوكس بير عشان لما نيجي نتكلم عليه بعد كده. في واحد تاني زي السيتوكروم سي. السيتوكروم سي هنسمع عليه كمان شويه صغيره في الالكترون ترانسبورت تشين. السيتوكروم سي اللي احنا خدناه السنه اللي فاتت نراجع معلوماتنا، ده كان ايه؟ هيمو بروتين. برافو عليك. هيمو بروتين يعني في رينج اللي هي البورتلين رينج وفي ايرن. بس ايه الاختلاف بتاع السيتوكروم سي عن الايرن او عن الهيم بتاع الهيموجلوبين؟ ايوه، الهيم بتاع الهيموجلوبين في ايرن بس موجود في الفيرس ستيت بس، لكن الهيم بتاع السيتوكروم سي او السيتوكروم اللي احنا هناخدهم بعد كده، في عندنا بي وسي 1 ان هم انواع كتيره، وهقول لكم وسط الكلام احنا بنقسمهم على حسب ايه. يبقى السيتوكروم سي فور اكزامبل في الايرن بس موجود في تو فور، موجود فرق وفرق. يعني ايه فرق وفرق؟ فرق اف اي 2 اللي هو عليه كده، اف اي عليه 2 بوزيتيف ده الفرق، وفي الفرق اللي هو 3 شارج. مين فيهم الريديوز ومين فيهم الاوكسيدايز؟ مين فيهم اللي واخد الكترون ده اكتر؟ اللي هو الاكس فرق. الفرق ده في الكترون اكتر عشان كده في بوزيتيف شارج اقل. يبقى احنا نعلمهم كده، فرق يبقى في 2 بوزيتيف شارج يبقى في الكترون. كلنا عارفين ان الالكترون دي شحنه ايه؟ شحنه سالبه. شحنه سالبه نيجاتيف شارج، يبقى الفرق في الكترونز اكتر من الفرق، والفرق ده في الكترون اقل. يبقى ده اللي هو ريديوز وده اللي هو اوكسيدايز. يبقى فور اكزامبل السيتوكروم سي او السيتوكروم بي 1 او السيتوكروم سوري بي او سي 1 او السيتوكروم اوكسيدين فيهم ايرن، والايرن اوكسيليت بنقول عليه اوكسيليت يعني بيتغير ما بين الفرق والفرق، والفرق والفرق دول برضه ريدوكس بير. يعني ايه ريدوكس بير؟ في واحد فيهم ريديوز في الكترون اكتر، وفي واحد اوكسيدايز في ايه الكترون اقل. يبقى دول معنى الريدوكس بير. نيجي نبص الاكسجين مع الوتر في الاخر. اصلها طب انت يا دكتوره يعني عامله لنا الناس اتش اف ام ان اف ام ان اتش 2 بايوفيت والترتيب بتاعهم دول، تعالي نشوف في حاجه مكتوبه على جنب كده اسمها اي اي وزيرو دي. ايه الاي والزيرو دي؟ دي حاجه اسمها الستاندر ريدكشن بوتنشال. الكلام ده بتاع الفيزيكس اللي انت هتقوله لنا ده، الستاندر ريدكشن بوتنشال ده ميجر عشان يشوف التندنسي اوف ذا اوكسيدنت يعني الحاجه اللي فيها الكترون تو جين سوري الاوكسيدنت اللي هي الحاجه اللي فيها الالكترون الاقل تو جين الكترون. مالكوش دعوه بالديفينيشن بتاع ايه الستاندر ريدكشن بوتنشال، بس اللي احنا عايزين نفهمه ان كل ريدوكس بير بيبقى ليه ستاندر ريدكشن بوتنشال معين. الناس اللي مركزه شويه، الناس ناد اتش ماينس 0.3، الاف ام ان اف ام ان اتش 2 ماينس 0.22، البايوفيت لاكتيت ماينس 0.19. نيجي للاخر اللي هو الاكسجين مع
بلس بوينت ايه بوزيتيف بوينت ايه. الناس اللي مركزه شويه احنا ملاحظين الريدكشن بوتنشال كل ماده بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد من النيجاتيف للبوزيتيف. عشان كمان حبه صغيره هقول لكم ان الالكترون ترانسبورت تشين الكومبلكسز بتاعتها مترتبه بتقريبا نفس السيكونس ده. بتبتدي نال اتش الاول والفاز في كومبلكس 2 وفي عندنا بعد كده السيتوكروم وبعدين في الاخر من قبل الاكسجين ونعمل الميه. يبقى معنى كده ان الالكترونز بتاعتي عشان تمشي محتاجه انها تمشي من لور ريدكشن بوتنشال لهاير ريدكشن بوتنشال. يبقى انا لو عندي الدوكس وير لازم يبقى فيه لور ريدكشن بوتنشال عشان تتنقل للاعلى لهاير ريدكشن بوتنشال. عشان لما نيجي نقول كمان شويه ان النال اتش بيدي الالكترونز بقى بتاعته وبعد كده الكومبلكس اللي وراها الكومبلكس اللي وراها عباره عن كذا، يبقى نفهم ليه اتنقلت الالكترونز من الكومبلكس ده للكومبلكس ده. يبقى الالكترونز دايما بتتنقل قاعده من اللور ريدكشن بوتنشال للهاير ريدكشن بوتنشال. وهو ريدكشن بوتنشال ده ليه ديفينيشن في الفيزيكس، هو التندنسي اوف ذا اوبسنت تو جين الكترونز. والريدكشن بوتنشال ده بوتنشال انرجي. يعني ايه بوتنشال؟ او بوتنشال بوتنشال يعني حاجه كامله، حاجه بنقيسها بقى في الحاجه زي البي اتش ميتر وكده، مش عليكم الديتيلز بتاعتها، بس كل اللي نعرفه ان الالكترونز عشان تتحرك لازم تتحرك من لور ريدكشن بوتنشال لمين؟ لهاير ريدكشن بوتنشال. انت يا دكتوره وجعتنا دماغنا، هنرجع بقى لموضوعنا اللي هي الالكترون ترانسبورت تشين. من اسمها كده اتعودنا ان احنا ما ناخدش حاجه هباء، يعني اي حاجه بناخدها نفهم الاسم بتاعها ومن اسمها هنقدر نعرف الديفينيشن بتاعتها. الكترون يعني الاسم يعني الكترون، ترانسبورت يعني في نقل للالكترون، تشين يعني ايه؟ يعني سلسله. السلسله دي عباره عن سلسله موجوده عندنا بتنقل لي الالكترون. يبقى الديفينيشن بتاعتها هي عباره عن سيريز يعني سلسله زي تشين اوف كارير. كارير يعني ايه؟ حمالين. الحمالين دول بيشيلوا لي ايه؟ ثرو ويتش الكترونز اوف انيشال هاي انرجي. يعني ايه بقى الجمله دي يا دكتوره؟ احنا لما جينا اتكلمنا في الاول قلنا ايه؟ قلنا ان الميتابوليزم بتاعنا يعني انا بعمل بريك داون للمولوكيولز. ايه المولوكيولز اللي انا بعمل لها ميتابوليزم عند الجسم؟ الحاجات اللي انا باكلها، باكل ايه؟ فور اكزامبل انا باخد كربوهيدرات، باخد فلفل، الكربوهيدرات في الاخر بتبقى جلوكوز. والدكتوره فوتتنا في اول محاضره وقالت الميتابوليزم ده عباره عن انابوليزم وكاتابوليزم. خلونا نتكلم على الكاتابوليزم اللي بيطلع انرجي، اللي بيطلع طاقه. الجلوكوز ده لما باجي ااكسده، يعني ايه ااكسد؟ الديفينيشن اللي انا قايلها من شويه، اوكسيديشن يعني ايه؟ اشيل منه الكترون. اودي الالكترونز دي فين؟ هتشوفوا مثلا في جلايكوليسيس في انترميديت، يعني انترميديت اوف رياكشن يعني حاجات بتطلع في رياكشن. الحاجات اللي بتطلع في رياكشنز دي هشيلها الالكترونز بتاعت مين؟ بتاعت الجلوكوز ديورنج اوكسيديشن. طيب الانترميديت اللي شايله الالكترونز دي، الالكترونز دي فيها طاقه قد ايه؟ طبعا دي اكتر طاقه بتبقى متحمله في الالكترونز دي. تفضل تتنقل من انترميديت لانترميديت لحد في الاخر ما تاخد في كارير، كارير يشيل الالكترونز دي او الهيدروجين دي. مين الكارير دي؟ الكومن اللي عندي في الاخر في النهايه اللي احنا اتكلمنا عليهم شويه، اللي قلنا الناس والفاز والاف ام ان اتش 2، بس دايما بنتكلم اكتر على مين؟ على الناس والفاز. يبقى الناس والفاز في اخر المحطه يقول لك الجلايكوليسيس طلع لي كام ناس؟ اتش بلس برونو. الكريب سايكل طلعت لي كام ناد اتش بلس برون او فات اتش 2. يبقى مين الكاريرز بتوع الالكترونز او بتوع الهاي انرجي انترميديت اللي طلع في الاوكسيديشن بتاع البرودكت؟ هو مين؟ هم النير والفات. يبقى هم دول الكاريرز، او سواء بعد كده هنتكلم في الالكترون ترانسبورت تشين على مين؟ على السيتوكروم اللي احنا هنقول انها بتعمل كومبلكس من الكومبلكس بتاعت مين؟ بتاعت الالكترون ترانسبورت تشين. يبقى ده معنى الكارير. يبقى سيريال اوف كاريرز ويتش ان ويتش ثرو ويتش الكترون اوف انيشال هاي انرجي. عرفت دلوقتي منين جت الانيشال هاي انرجي؟ من الاوكسيديشن، سواء بتاع الجلوكوز سواء بتاع فاتي اسيد، جت من الانيشال هاي انرجي ار كونفرتد ثرو ا لور انرجي ستيت. يعني وانا بنقل الالكترونز دي من كارير لكارير
بير كل واحد ليه ريدكشن بوتنشال مختلف طبعا من اللور للهاير وفي الاختلاف بتاع ريدكشن بوتنشال بيبقى فيه لوس اوف انرجي اللوس اوف انرجي ده بعمل ايه انا بيه بروح واخداه واروح عاملاه ب اي تي بي اروح مصنعه ب اي تي بي يبقى نكمل بقيه الديفينيشن ار كونفرت تو ا لوور انرجي ستيت وذ كابتشر اوف ذا ريليز انرجي از اي تي بي ومين الترمينال اكسبتور بتاع الالكترون ترانسبورت تشين هو الاكسجين في الاخر الالكترون هتيجي تقابل الاكسجين وجود الهيدروجين وتعمل مين الميه اللي هو الووتر يبقى انا طلعت من الالكترون ترانسبورت تشين ان انا خدت الهاي انرجي الموجوده في الحاجه اللي انا مقسمها شيلتها على كارير الكاريرز نقلتها من حاجه لحاجه لحد وهي بتتنقل الالكترون من كارير لكارير في لوس اوف انرجي اللوس اوف انرجي ده خدته وحوشته وعملت بيه اي تي بي طيب بقيه الالكترون ترانسبورت تشين هتنتهي ازاي؟ انها تقابل الاكسجين وتعمل لي مين وتعمل لي الميه ده الديفينيشن انا كله لما تقولوا كده بس هديكم الصور هنفهم اكتر ان شاء الله يبقى definition of electron transport chain appearance of carrier الكارير دي بتعمل ايه؟ through which electron مين الالكترون؟ او في ناس تقول الهيدروجين هي وقلنا الهيدروجين في الكترون واحد الكترون of initial high energy وعندنا الانيشال هاي انرجي جايه منين الحاجه اللي انا مقسماها؟ ار كونفرتد تو لور انرجي ستيت الانرجي دي بتبقى عاليه جدا متخزنه في المواد اللي انا بقسمها بتتحول للور انرجي ستيت اقدر اعمل لها ايه؟ اعمل لها كابتشر اند ريليز ذا اي تي بي وفي الاخر بتقابل الترمينال اكسبتور اللي هو مين الاكسجين عشان تعمل لي ميه. طيب انت وجعت دماغنا بالديفينيشن طيب فين مكانها الالكترون ترانسبورت تشين او الريسبيراتوري تشين دي؟ مكانها في حاجه اسمها الانر ميتوكوندريا ميمبرين. في ناس بقى تقول ايه؟ طيب انر ميتوكوندريا هي الميتوكوندريا اصلا شكلها ايه؟ طبعا انتوا خدتوها كويس في الفيسيولوجي بس انا حبيت اجيب لكم شكل في الفيسيولوجي ولا ايه سوري؟ حبيت اجيب لكم شكل الميتوكوندريا عشان انا عايزاكم تحفظوا الصوره دي كويس جدا عشان نعرف الانر ميتوكوندريا ميمبرين ما يغيبش عن دماغنا وكمان نشوف فيها الماتريكس بتاع الميتوكوندريا ونعرف الماتريكس ده يبقى موجود فيه ايه طول السنه هيجي يقول لك الكريبس سايكل في الماتريكس اوف ذا ميتوكوندريا مثلا فور اكزامبل هيجي بعد كده يقول لك البيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيد في الماتريكس اوف ذا ميتوكوندريا الصوره دي بتلم لنا كل حاجه يعني لو جينا سالنا في الامتحان الانر ميتوكوندريا ميمبرين يا ابني بيبقى فيه ايه الماتريكس بيحصل فيه ايه نبقى فاهمين الميتوكوندريا بتاعتنا فيها زي اللي احنا شايفينه من فوق اوتر ميتوكوندريا ميمبرين الاوتر ميتوكوندريا ميمبرين ده بيبقى ممكن يعدي منه فريلي بيرميبل تو سمول مولكيولز اند ايونز ممكن يعدي منه لسمول مولكيولز اند ايونز والله كويس جدا طب نبص على الانر ميتوكوندريا ميمبرين الميتوكوندريا ميمبرين الانر اللي هو اللي جوه انر يعني الداخلي انر ميتوكوندريا ميمبرين اهو هل ده بيرميبل للسمول مولكيولز والايونز؟ نو is impermeable to small molecules and ions. طيب لو انا هعطيه حاجه في الانر ميتوكوندريا ميمبرين وعايزه تعدي ممكن تعدي ازاي؟ تعدي بحاجه اسمها ترانسبورتر لازم ناقل ترانسبورتر بروتين لكن اي حاجه ما تقدرش تعدي من الانر ميتوكوندريا ميمبرين. طب الانر ميتوكوندريا ميمبرين ده اللي فاكره فيه ايه بقى؟ في ريسبيراتوري تشين اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكترون ترانسبورت تشين في ال ADP ATP translocator اللي هنتكلم عليه كمان شويه وفي ال ATP synthase وفي other membrane transporter الممبرين ترانسبورتر اللي هنتكلم عليها بعد شويه لما يجي يقول لك في حاجه في الانر ميتوكوندريا ميمبرين اعرف ان الانر ميتوكوندريا ميمبرين ده ما بيعديش بعدها عشان حاجه تعدي لازم ترانسبورتر حتى لو نسيت وبيقول لك مثلا الملاذ بيعدي من خلال الانر ميتوكوندريا ميمبرين وانا في الامتحان وبكتبها على كتبت كده هفتكر لا الدكتوره كانت بتقول لنا الممبرين ده ما بيعديش حاجه الا ترانسبورتر فهفتكر اه ده الملاذ كان في ترانسبورتر يعدي مع الالفا كيتوبروتاليز يطلع اسمه انتي بورتر هنتكلم عليه ان شاء الله في الشاطر في بتاعت الملاذ شاطر يبقى نفتكر الواحد لما بيبقى فاهم الحاجه على اساس عمره ما بينسى بعد كده تاني فرق
ألف وين موجودة فيها السيتريك أسيد سايكل أو الترايتروبسيتريك أسيد سايكل أو الهيب سايكل، موجود فيها الفاتي أسيد أوكسيديشن، وموجود فيها الأمينو أسيد أوكسيديشن، موجود فيها دي إن إيه أند رايبوزوم. الدي إن إيه فاكرين اللي إحنا خدناه السنة اللي فاتت؟ ميتوكوندريا دي إن إيه. يبقى الماتريكس فيه الميتوكوندريا دي إن إيه وفيه الرايبوزوم. الله يا دكتورة، أنتوا مش كنتوا بتقولوا لنا الرايبوزوم ده بره ويصنع البروتين؟ ما هي الميتوكوندريا ليها اتس اون بروتين، فبيبقى فيها جوه رايبوزوم بيصنع البروتين بتاع الميتوكوندريا. ماشي. وفيها اي تي بي واي تي بي وفوسفات ومغنيسيوم وكالسيوم وميني سولوبل ميتابوليك انترميديت. طيب ايه الحاجات البروجكشن اللي طالعه دي من الانر ميتوكوندريا ميمبرين؟ البروجكشن دي اللي هي اسمها كريستين، كريستين اللي انتوا خدتوها في الكولجي، بتعمل لي ايه كريستين؟ بتزود السيرفيس اريا، بتزود السيرفيس اريا. وجد ان الكريستين دي موجوده في الهارت، في الميتوكوندريا اوف ذا هارت، كتيره جدا. ليه كتيره جدا بقى؟ بتزود لي السيرفيس اريا بتاعت الانر ميتوكوندريا ميمبرين. وانت من شويه الصوره قلت ان الريسبيراتوري تشين او الالكترون ترانسبورت تشين موجوده فين؟ في الانر ميتوكوندريا ميمبرين. والهارت بتفتكروا بيحتاج طاقه قد ايه؟ بيحتاج طاقه عاليه جدا. يبقى لازم تبقى الكريست دي موجوده في الميتوكوندريا اوف ذا هارت كتيره جدا عشان تزود لي السيرفيس اريا بتاعت الانر ميتوكوندريا ميمبرين. ابقى عندي كتير الكترون ترانسبورت تشين لان الهارت محتاج طاقه كتيره تطلع له من الالكترون ترانسبورت تشين بتاعته. كل حاجه لما بنفهمها بنلاقيها سهله جدا. طيب احنا اتكلمنا في الالكترون ترانسبورت تشين الاول على الديفينيشن، نمشي سيستماتيك. الالكترون ترانسبورت تشين عباره عن كومبليكس. يعني ايه كومبليكس؟ يعني مش حاجه واحده، يعني لو حاجه واحده هقول دي ميمبر اوف او سب يونت اوف الكترون ترانسبورت تشين، لكن كومبليكس يعني حاجه عباره عن حاجتين ثلاثه. ايه الكومبليكس اللي موجوده بتاعت الالكترون ترانسبورت تشين؟ بيبقى عندي كام كومبليكس؟ فور بروتين كومبلكس. في ناس تقول يا دكتوره انا سمعت من حد من زمايلي او خدت زمايلي في ثانوي ان هم كانوا خمسه. الخامس هنتكلم عليه كمان شويه بس ما يعتبرش ممبر او كومبلكس من الالكترون ترانسبورت تشين. الخامس اسمه بنسميه كده اعتبارا كومبلكس 5، هو اسمه اي تي بي سنتين، هو ده اللي بصنع بيه الاي تي بي. طب ايه هم الفور كومبلكسز؟ هنقولهم مع بعض. اول واحد كومبلكس 1 هناخدها دلوقتي اسامي وهنشوف الكومبلكس كل واحد بيتكون من ايه. كومبلكس 1 او الاسم الثاني بتاعه ناد اتش كيور اوكسيد وريدكتيز. ايه الاسامي اللي ده احنا السنه اللي فاتت قلت لنا في الانزيم الكلاسيفيكيشن اوف انزيم هنقول لكم جاست انيميشن في دي هيدروجينات دي اوكسيد وريدكتيز هنشرحها بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله. عشان كده كنا بنقول لكم زمان يا دوب تعرفوا ان في حاجه اسمها جهاز الجميل، في حاجه اسمها اوكسيدورابتيز، في حاجه اسمها هيدروكسيليز. يبقى ناد اتش كيو اوكسيدورابتيز او الاسم الاسهل على قلبنا واللي انا بحبه ناد اتش دي هيدروجينيز كومبلكس. كومبلكس 2 اسمه تاكسينين كيو اوكسيدورابتيز اللي هو تاكسينين دي هيدروجينيز كومبلكس. كومبلكس 3 اسمه كو انزيم كيو كيو سايتوكروم سي اوكسيد ريدكتيز او سايتوكروم بي سي 1 كومبلكس. الاسامي ده تعقدتني. كومبلكس 4 اللي هو سايتوكروم سي اوكسيديز. تعالوا بقى نبص على وكومبلكس 5 اللي هو الاي تي بي سنتين اللي ما يعتبرش من ضمن الكومبلكس اللي هي الحاجات دي كومبلكس 1 وكومبلكس 2. اول واحد هنتكلم عليه كومبلكس 1. احنا قلنا كومبلكس 1 اسمه ايه؟ نتيجة كده كده ناد اتش دي اوكسيدو ريدكتيز. ايه النتيجة؟ وايه كيو دي؟ انت عمالة تقول لنا اختصارات وتقول لنا او الاسم الثاني ناد اتش دي هيدروجين. انا لما قريت الكلام وقلت لكم الطاقة اللي موجودة في الجلوكوز فور اكزامبل بتتحول لانترميديت، يعني الجلوكوز بتتأكسد وتتحول لانترميديت. مش الانترميديت دي بيبقى فيها الكترون او فيها هيدروجين، والهيدروجين ده باخده بوصله في الاخر لمين؟ مين الكارير بتاعي؟ الناد اتش. احنا هنبتدي كومبلكس 1 بالناد اتش. يبقى اول حاجه اللي احنا شايفينها فوق ده سبستريت ريديوز. يعني ايه؟ يعني حاجه انترميديت في الرياكشن ريديوز. يعني ايه؟ يعني فيها الكترونز
ياخد الالكترون دي او الهيدروجين واحوله لمين؟ لاوكسيدايز سبستريت اللي هي البرودكت، عشان احوله للبرودكت اللي هو الاوكسيدايز. هدي التو الكترون دول ولا التو هيدروجين لمين؟ للكارير بتاعي. مين الشيال بتاعي؟ الناس. احول الناس لمين؟ للنيل اتش بلس برودكت. يبقى انا كده فهمت في الاول ان انت يا دكتوره مبتديه الكومبلكس ده بالناس اتش بلس برودكت. الكومبلكس اسمه ايه؟ اسمه نال اتش دي هيدروجينين. خلينا في النال اتش دي هيدروجينين الاول. الكومبلكس ده عباره عن ايه؟ دي هيدروجينين يعني ايه؟ انزايم. دي هيدروجينين يعني بيشيل التو هيدروجين بتوع النال اتش بيديهم لمين؟ احنا بقيت الكومبلكس بنقول ايه؟ نال اتش كيو اوكسيدو ريلاكتيز. بيدي التو هيدروجين بتوع النال اتش لمين؟ للكو انزايم كيو. ايه بقى الكو انزايم كيو ده؟ خدناه برضه في الانزايم السنه اللي فاتت. كو انزايم كيو. كو انزايم كيو. فاكرين لما قلنا لكم كو انزايم ذو انواع؟ وقلنا في كو انزايم ايه؟ اللي احنا خدناه امبارح كو ايه؟ اف اتش اللي هو الكو اتش. وقلنا في كو انزايم كيو. ايه كو انزايم كيو ده؟ ده ليبت موبايل ليبت كارير. يعني ايه موبايل؟ يعني متحرك. يعني موجود في الانر ميتوكوندريا الميمبرين الكومبلكس كلها ثابته في الانر ميتوكوندريا الميمبرين، لكن الكون انزايم كيو ده موبايل وليبت ليبت برضه. احنا لما قلنا في الكومبلكسز قلنا ايه؟ الكومبلكسز كلها ايه؟ في الديفينيشن بروتين، لكن الوحيد اللي هنلاقيه ليبت هو كو انزايم كيو. يبقى النال اتش هياخد التو هيدروجين بتاعتهم عايز يوصلها للكو انزايم كيو، بس النال اتش ده كان ليه هيدروجين ماسك فيه كو انزايم بتاعه. ايه هو الكو انزايم بتاعه؟ حاجه اسمها اف ام ان. فاكرين الاف ام ان اللي هو البلاتين مونو نيوكليوتايد. هياخد الاف ام ان هياخد التو هيدروجين من النال اتش من النال اتش ويتحول لمين؟ لاف ام ان اتش 2. يبقى اللي نعرفه على النال اتش دي هيدروجينيز كومبلكس ان هو عباره عن الانزيم اللي هو النال اتش دي هيدروجينيز، الكو انزيم بتاعه اف ام ان، وفي حاجه اسمها ايرن سلفر سنتر. في ميني ايرن سلفر سنتر. ناس هتسال تقول لي ايه فايده الايرن سلفر سنتر؟ بتساعد في نقل الالكترونز مع الاف ام ان. بعد ما تشيل الاف ام ان الالكترون بتاع الهيدروجين بتتنقل للايرن سلفر سنتر. يبقى نال اتش دي هيدروجينيز كومبلكس او كومبلكس 1 ده عباره عن الانزيم اللي هو دي هيدروجينين ومعاه كو انزيم بتاعه اللي هو مين؟ الاف ام ان. يبقى انا دلوقتي خدت التو هيدروجين او التو الكترونز من النال اتش وشيلتهم على الاف ام ان اتش 2. خلاص؟ نيجي الاف ام ان اتش 2 هيدي التو هيدروجين لمين؟ للموبايل كارير اللي هو مين؟ التايب الكو انزيم كيو. زي ما احنا شايفين الكو انزيم كيو بره الكومبلكس. يعني موبايل كارير. هو ده اللي هياخد التو هيدروجين اللي شايلهم مين؟ الاف ام ان اتش 2. عشان كده جت تسميه الكومبلكس ايه؟ نال اتش كيو اوكسيدو ريدكتيز. مين هنا اللي حصل له اوكسيديشن ومين هنا اللي حصل له ريدكشن؟ في النهايه اللي حصل له اوكسيديشن النال اتش الهيدروجين بتاعه اللي شالها مين الشيال بتاعه؟ الاف ام ان. ده حصل له اوكسيديشن. راح مين اللي حصل له ريدكشن؟ الكون انزايم كيو. عشان كده جت تسميه الكومبلكس نال اتش كيو اوكسيدو ريدكتيز. في ناس في بعض التيكت بيقولوا عليها نال اتش كيو ريدكتيز، يقول لك طب انا هقول اوكسيدو ريدكتيز ليه؟ ما انا اقول ريدكتيز لان الكون انزايم كيو هو اللي حصل له ريدكشن وخد التو هيدروجين وبقى كون انزايم كيو اتش 2. الكون انزايم كيو يا دكاتره عشان لو الناس بتحب تقرا في التيكت اسمه يو بي كوينون. يو بي كوينون اون يعني في كيتون في سي دبل بوند او. لما بياخد الهيدروجين بيتحول الى يو بي كوينون اول يعني في او اتش. وسميناه يو بي كوينون ليه؟ لانه يو بي كوينشن. يعني ايه يو بي كوينشن؟ وايد سبريد منتشر في كل البيولوجيكال سيستم في كل حته هتلاقي كل ما يو ده موجود. يبقى نمره واحد كومبلكس 1 عباره عن نال اتش دي هيدروجينيز الاسم الثاني نال اتش كو انزيم كيو او كيو اوكسيدو ريدكتيز. احنا وصلنا بالمحطه لمين؟ للكو انزيم كيو. امال ايه بقى يا دكتوره الكومبلكس 2؟
بعدين في حاجة أنا درستها إن شاء الله في الكريبس سايكل مركب اسمه إيه؟ اسمه التاكسيني أو التاكسينيك أسيد. التاكسينيك أسيد هندرسه بالتفصيل إن شاء الله مع الكريبس سايكل. التاكسينيك أسيد معروف إن فيه هيدروجين زيادة أو فيه إلكترون زيادة. هيدي الإلكترون بتاعته أو هيدي الهيدروجين بتاعته لمين؟ للفات كفو انزيم بالانزيم اللي اسمه تاكسينيز دي هيدروجينيز. الله ده انا سمعتك من شويه بتقولي ان تاكسينيز دي هيدروجينيز ده الكومبلكس كام؟ كومبلكس 2. يبقى كومبلكس 2 اللي هو تاكسينيز دي هيدروجينيز عباره عن ايه؟ عباره عن الانزيم اللي هو تاكسينيز دي هيدروجينيز ومن اسمه دي هيدروجينيز يعني بياخد ال 2 هيدروجين من التاكسينيز ويحوله لمين؟ للفيوماريز. ومين الكوينزيم بتاع التاكسينيز الهيدروجينيز؟ ده الفات والفات بتتحول لفات اتش 2. طيب في تاني يا دكتوره غير الكوينزيم الفات في برضك ايرن سلفر سنترز. في حوالي 2 ايرن سلفر سنترز بيساعدوا في نقل الالكترونز ونقل الهيدروجين. يبقى كومبلكس 2 عباره عن ايه؟ تاكسينيز دي هيدروجينيز. ليه تسميه ثانيه؟ انت قلت لنا من شويه ليه تسميه ثانيه هنقولها دلوقتي. خد الفات اتحول لفات اتش 2 هيروح يديهم لمين التو هيدروجين؟ هيديهم ماده لصاحبنا اللي هو بيتنطط اللي هو الكو انزيم كيو اللي هو الكاريير ويتحول الكو انزيم كيو لمين؟ لكو انزيم كيو اتش 2. الله طب مش انا ممكن اسمي الكومبلكس ده باسم تاني؟ مش ممكن اسميه فاكسينيت كيو اوكسيد ولاكتيز؟ ايوه طبعا او يعطيك الاكتيز. ليه؟ لان انا شلت الهيدروجين او الالكترون نقلتهم من الفات اتش 2 اديتهم لمين؟ للكو انزيم كيو. اصبح دلوقتي عندنا الكو انزيم كيو واقف بيتنطط ده وشايل الهيدروجين سواء شايل الهيدروجين بتاع كومبلكس 1 او الهيدروجين بتاع كومبلكس مين؟ 2. هيوديها فين؟ هيوديها الكومبلكس 3. ايه هو بقى الكومبلكس 3؟ الكومبلكس 3 بتاعنا اللي هو اسمه ايه؟ الاسم الثاني بتاعه اسمه سيتوكروم بي سي 1. ودي التسميه الخفيفه على قلبنا لانه بيعرفنا الكومبلكس ده عباره عن ايه؟ او الاسم الجينيك بقى اللي هنتكلم عليه كمان شويه اسمه سيتوكروم سي ريدكتيز او اوكسيدو ريدكتيز. طب نتكلم على التسميه الاولانيه سيتوكروم بي سي 1. الله يبقى الكومبلكس ده عباره عن كومبلكس من سيتوكروم بي وسي 1. في حد بقى من الناس اللي شاطره قوي تقول يا دكتوره انت عملت ايه في سيتوكروم سي وبي وسي 1؟ ايه التسميه الكتيره دي؟ التسميه لما قاسوا الابزوربشن بتاع اللايت بتاع السيتوكروم لقوهم ان كل واحد بيبقى ليه ابزوربشن لايت معين يعني بيمتص الضوء في ويف لينث معين فعشان كده سموهم التسميه اللي هي بي وسي 1 وسي وكده. دي التسميه بتاعت السيتوكرومز جت منين؟ يبقى كومبلكس 3 عباره عن كومبلكس 2 اثنين ماسكين في بعض دي بي 1 وسوري بي وسي 1 يبقى كومبلكس بي وكومبلكس سي 1. طيب اللي احنا عايزين نعرفه عن كومبلكس 3 ايه؟ احنا قلنا ان هو هيمو بروتين في ايه؟ في بورفرين رينج وفي ايرن. الايرن اللي هو الحديد اوستيليتنج يعني بيتأرجح ما بين مين؟ الفيرس والفيرك. اخد الالكترون يبقى فيرس اشيل منه الالكترون يبقى مين؟ يبقى فيرك. يبقى كومبلكس 3 فيه هيم في ايرن فيرس وفيرك وفي ايرن سلفر سنتر. الايرن سلفر سنتر دي موجوده في كل حته بتساعدني في نقل الالكترون. طيب دلوقتي مين اللي واقف في النص وشايل الهيدروجين والالكترون عندنا اللي بيتنطط اللي هو الكو انزيم كيو اتش 2 هيدي الالكترون لمين؟ هيديها للفرك للايرن بتاع السيتوكروم بي سي 1 ويحولها لمين؟ لفرس. بعد كده الفرس دي تاني عشان تتحول لفرك هتلوز الكترون هتديها لمين اللي واقف في النص برضك وبره الكومبلكسز ويعتبر بروتين الكارير وهيمو بروتين وبيتنطط زي الكو انزيم كيو اللي هو السيتوكروم سي. السيتوكروم سي ده موبايل كارير موبايل يعني مش فيكسد للالكترون ترانسبورت تشين ده مجرد شيال. السيتوكروم سي ده هيمو بروتين
في عيار المرضى تفرق وفرق وبيروح بيشيل لي الالكترون اللي طالعه من الكومبلكس 2 الكومبلكس 3 على الفرق ويحوله الى فرق. عشان كده جت التسمية بتاع الكومبلكس 3A اسمه ايه؟ اسمه سيتوكروم سي اوكسيدو ريدكتيز. يعني انا بعمل ريدكشن مش فاهمه؟ ايه يا دكتور؟ معلش هي يعني شويه كده وبعدين هعيدها تاني بحيث ان انتوا تفهموا. السيتوكروم سي هياخد الالكترون ويحصل له ريدكشن وعشان كده الكومبلكس سميناه ايه؟ سميناه كومبلكس 3 اللي هو سيتوكروم سي اوكسيدو ريدكتيز. الاسم الثاني بتاعه ايه؟ سيتوكروم اللي هو كومبلكس 3 سيتوكروم بي سي 1. خلاص احنا وصلنا للموبايل كارير اللي هو مين؟ اللي هو السيتوكروم سي. نيجي للسيتوكروم سي اللي شايل الالكترون يوديها فين؟ لكومبلكس 4. دي اخر المطاف بتاع تنطيط الالكترون. كومبلكس 4 اسمه ايه بقى؟ اسمه سيتوكروم سي اوكسيديز. اظن كلنا عرفنا دلوقتي حاجات اسمها ايه. هياخد الالكترون من السيتوكروم سي يبقى هيعمل اوكسيديشن للسيتوكروم سي. في ناس تقول طب انا عايزه تسميه ثانيه اسمه سيتوكروم ايه؟ ايه 3 دول نوعين من السيتوكروم ايه و ايه 3 فيهم ايه بقى السيتوكروم دول؟ فيهم بروتين يعني فيهم ايرن فرق وفرق فيهم ايه كمان؟ فيهم 2 اتومز اوف كوبر. فيهم 2 اتومز اوف كوبر. يبقى انا دلوقتي عندي اخر محطه اللي هي كومبلكس 4 هتاخد الالكترون بردك الفرق يبقى فرق وتديهم لمين؟ المحطه النهائيه اللي هو الالكترون اكسبتور. الالكترون اكسبتور بتاعي مين؟ هو الاكسجين. تدي الاكسجين الالكترون موجود البرون الهيدروجين ويعمل لي ميه. يبقى انا دلوقتي الكومبلكسز بتوع الالكترون ترانسبورت تشين كام كومبلكس لحد دلوقتي؟ اربعه. هنتكلم على خمس كمان شويه. اربعه. ايه هم الاربعه؟ كومبلكس 1 و2 و3 و4. اولا انا قلت وشرحت بالتفصيل هي التفاصيل دي مش موجوده في الكتاب ان انت تقولي الالكترون بيتنطط من هنا لهنا هنا عشان نفهم. لكن انت المفروض انت تعرفي ايه او انت المفروض تعرف ايه؟ تعرف ان الكومبلكس دول اربعه، تعرف اسامي كل كومبلكس والاستراكشر بتاع كل كومبلكس. هنعيدهم تاني. كومبلكس 1 اسمه ايه؟ اسمه ناد اتش كيوب اوكسيدو ريدكتيز. الاسم الثاني ناد اتش دي هيدروجينيز. عباره عن ايه؟ عباره عن الانزيم اللي هو دي هيدروجينيز انزيم ومعاه الكو انزيم بتاعه اللي هو الاف ام ان وفيها ميني ايرن سلفر ثاني. ده كومبلكس 1. كومبلكس 2 اسمه ايه؟ اسمه السبتينين دي هيدروجينيز. الاسم الثاني سبتينين كيوب اوكسيدو ريدكتيز. بيشيل الالكترونز او الهيدروجين من السبتينين ويحول ويديها يمين للكو انزيم كيوب عن طريق الكو انزيم اللي فيه اللي هو اسمه الفاز. الفاز بيتحول لفاز اتش 2 والفاز اتش 2 بيدي 2 هيدروجين للكو انزيم كيوب اللي هو الموبايل كارير. السبتينين دي هيدروجينين الكو انزيم بتاعه اسمه فاز وفي 2 ايرن سلفر سنتر. هو ده اللي مكتوب مننا. مين الموبايل كارير؟ الكو انزيم كيو ده ليبت. كو انزيم كيو ده ليبت. والموبايل مش فيكسد ليه كومبلكس موبايل. بعد كده نتكلم على كومبلكس 3. الاسم الثاني سيتوكروم بي سي 1. الاسم بتاعه سيتوكروم سي اوكسيدو ريدكتيز بياخد الالكترون من الكو انزيم كيو اتش 2 وينقلها على سيتوكروم في الاخر بيوصلها للسيتوكروم سي اللي نعرفه عن الكومبلكس 3 ده ايه؟ ان هو هيموبروتين. هيموبروتين فيه ايرن فرق وفي كام ايرن سلفر سنتر فيه ايرن سلفر سنتر. سيتوكروم سي ده موبايل كارير. يعني ايه موبايل؟ بيتحرك مش فيكسد للكومبلكس. السيتوكروم سي بيشيل الالكترون ويديها الكومبلكس 4. كومبلكس 4 عباره عن ايه؟ سيتوكروم A A3 او الاسم الثاني سيتوكروم C اوكسيديز. ليه؟ بياخد الالكترون من سيتوكروم C ويديها لسيتوكروم A A3 اللي هو عباره عن ايه؟ هيموبروتين ومعاه ايرن فرق وفرق وفي اثنين كب. في اثنين كب. يبقى ده كومبلكس 4 عشان يقابل في الاخر التيرمينال اكسبتور اللي هو الاكسجين والاكسجين موجود الالكترون والهيدروجين برودكت يعمل ميه. دول الكومبلكسز بتوعي.
في ناس بقى تقول لي ايه، طب انت قاعده تقولي الالكترونز بتتنطط، طب انا دلوقتي هل استخدمت طبعا يعني عمال تقدر لي وجعلنا المهمة وتقول الالكترونز شال والالكترونز حط. طيب مش احنا في اول الكلام قلنا الترانسفير اوف الالكترونز دي بينتج عنها طاقة انرجي، بيبقى فيها لوكس انرجي زي ما احنا شايفين السلالم، شايفين المنظر بتاع السلالم ده، دي ايه؟ دي الالكترونز فروم فود، واكلة كربوهيدرات، اكلة واكلة اكلة تاني مسات، فالالكترونز كلها بتاعت الاكل دي الكترونز وطاقة عالية جدا. انا ايه اللي انا عملته في الطاقة دي؟ نزلتها في خلال كومبلكس، من كومبلكس 1 لكومبلكس 2 سوري كومبلكس 3 ومن 2 3 نقل ومن 3 4. طب ما انا في كل كومبلكس بيبقى فيه تغيرات في الطاقة، الكومبلكس 1 الطاقة اللي طالعة عنده غير كومبلكس 2 غير كومبلكس 3 غير كومبلكس 4، ففي لوس للطاقة بتاعتي، يعني في لوس اوف انرجي، في انرجي طالعة من التنطيط بتاعت الالكترون. انتوا ما تصوروش الالكترون فيها طاقة عالية قد ايه، فالالكترون التنطيط بتاعها الطاقة اللي طالعة دي بروح واخداها وعاملة بيها الـ ATP. طيب باخدها واعمل بيها الـ ATP ازاي؟ هو الـ ATP ده عشان يتصنع ده محتاج طاقة عالية جدا. طب الكومبلكسز دي الانرجي لوس اللي بتطلع دي بستخدمها في حاجة اسمها بروتون بامب. ايه البروتون وايه البامب؟ فاكرين درجة الهيدروجين كنا بنقول عليها عبارة عن ايه؟ 1 الكترون 1 بروتون. فاللي بيحصل ان الطاقة اللي طالعة من الكومبلكسز دي باخدها واروح عاملة بيها بروتون بامب. بروتون بامب يعني بطلع البروتون، بطلع البروتون من فين لفين؟ احنا قلنا الالكترون ترانسبورت تشين موجوده فين؟ في الانر ميتوكوندريا النووي. وجدوا ان اكبر نسبه من البروتون، او الناس بتقول عليها بدل ما اقول بروتون بقول عليها الهيدروجين عليه بوست، اكبر نسبه من البروتون دي في الميتوكوندريا اهي، في الانر ميتوكوندريا النووي ودي المركز. اكبر نسبه من البروتون موجوده في المركز. فالكومبلكسز دي بالانرجي اللي طالعه منها دي بالانرجي ده بتعمل لي بروتون بامب من الماتريكس بتودهولي بين الانر والاوتر ميتوكوندريا ميمبرين. بين الانر والاوتر ميتوكوندريا ميمبرين اسمها انتر ميمبرين سبيس. يبقى البروتون بيحصل لها رابطنج من الماتريكس للانتر ميمبرين سبيس. يبقى انا عملت بامب من الالكترون منين؟ يبقى في ناس بقى تقول لي طب هو البامب كده هو اللي هيعمل الاي تي بي سنتس؟ هنشوف دلوقتي ان البامب ده بروتون ده هو اللي هيعمل الاي تي بي سنتس، هوريكم ازاي. يبقى اهم حاجه نعرف ازاي بيتكون الاي تي بي، ان انا عن طريق الترانسبورت اوف الكترون بيبقى فيه لوس اوف انرجي، اللوس اوف انرجي دي بستخدمها ان انا اعمل بروتون بامب. البروتون بامب دي بيتقلب في الشبكه، بتنقل البروتون منين يا ابني؟ بنقلها للماتريكس، مش انا طبعا الالكترون ترانسبورت تشين، بتروح الانرجي اللي طالعه يعني، بتروح نقلها البروتون من الماتريكس ميتوكوندريا الماتريكس للانتر ميمبرين سبيس. طيب هل البروتون بامب دي ليها سايد؟ يعني في كومبلكس معين بيطلع لي بروتون بامب؟ ايوه، مش كل الكومبلكس بيحصل معاها بروتون بامب. ليه بقى يا دكاتره؟ لان الانرجي اللي طالعه على مستوى كل كومبلكس مختلفه من الانرجي من كومبلكس لكومبلكس. طيب مين الثلاثه اللي بيطلعوا لي بروتون بامب عندي كومبلكس 1؟ ايه هو الكومبلكس 1 ده؟ اللي هو الناب اتش دي هيدروجينيز كومبلكس. وعندي كومبلكس 3 اللي هو اسمه ايه؟ سيتوكروم بي سي 1 او سيتوكروم سي اوكسيدوداكتيز. وعندي كومبلكس 4 اللي هو اسمه سيتوكروم سي اوكسيديز. اهو عندي دي كومبلكس 1 وعندي كومبلكس 3 وعندي كومبلكس مين 4. الله يا دكتوره، طب الكومبلكس 2 الغلبان ده؟ ما هو كومبلكس 2 الانرجي اللي طالعه منه مش كافيه انها تعمل بروتون بامب. لكن لو انا ابتديت الكلام بكومبلكس 2 يعني ايه؟ بمعنى تاني يعني انا يا دكتوره لو طلعت فاتتش 2، فاتتش 2 دي طالعه من كومبلكس 2، هل هتديني برضه الطاقه؟
هتديني طاقه، لان الفتحه الشفوه بتدي مين؟ للكولنزيم كيو، والكولنزيم كيو بيدخل على كومبلكس مين؟ 3 ومن 3 4. يبقى معنى كده لو انا ابتديت بالماد اتش هدخل الماد اتش على كومبلكس 1 و 3 و 4. يبقى انا كده واخد الطاقه بتاعتي كامله وزياده، وهنتكلم دلوقتي نقول الطاقه طالعه قد ايه من الماد اتش. طب لو انا ابتديت الكلام بالفتحه الشفوه، الفتحه الشفوه ده كومبلكس 2 ما عندوش طاقه، ما عندوش بروتون بامب، هيدخل على كومبلكس مين؟ 3. ومن كومبلكس 3 لكومبلكس 4 يبقى الطاقه اللي طالعه من الاوكسيديشن بتاع الفات اتش 2 هتبقى اقل من الطاقه اللي طالعه من الاوكسيديشن بتاع مين؟ الفات اتش بلاد بروتون. هو ده اللي احنا لازم نفهمه، ان احنا عشان اعمل طاقه لازم اعمل بروتون بامب. دي تايبس اوف بروتون بامب، دي واحد اسمه ميتشل، واحد خوايا قال طيب البروتون بامب ده بقى هيساي هيصنع لي ATP. البروتون بامب لما انا اطلع الهيدروجين او البروتون من الماتريكس ثلاثة ومبرين سبيس. هنا بقى كده زي ما مكتوب عندكم في الصورة، عندي هيدروجين ثلاثة ومبرين سبيس كتير جدا اهو، ده الماتريكس وده حصل البروتون بامب اهو هنا وفي كومبلكس 4. الهيدروجين الكتير اللي طالع ده هل هيغير لي حاجه من الحاجات اللي احنا درسناها في الفيزياء السنه اللي فاتت؟ الناس اللي حضرت معايا الفيزياء، انا كل ما ازود الهيدروجين البي اتش بتعبرها ايه؟ بتقل. يبقى انا لما اطلع بروتون وهيدروجين في لايتر ممبرين سبيس يبقى لايتر ممبرين سبيس هيبقى اسيدك ولا بيزك الكلاين يعني ولا اسيدك؟ هيبقى اسيدك. الله، ده معروف ان الماتريكس لو قسنا الناس اللي عملت تجارب قاست البي اتش بتاعت الماتريكس لقيتها بتبقى في الرينج بتاع 7 و 9. والله دي الكلاين. طب ما انا شلت كده البروتون ونقلتها بره فعملت فرق في ايه؟ فرق جوه في الماتريكس غير الانتر ممبرين سبيس. الفرق ده يبقى فرق ايه؟ اللي هو ان انا اخلي بره اسيدك وجوه بيزك او الكلاين، ده فرق الكتريكال ولا فرق كيميكال؟ كيميكال. بنتكلم في الكيمياء، ده فرق كيميكال. يبقى انا عملت حاجه اسمها كيميكال بوتنشال ديفرنس، يعني عملت فرق في الكيمياء. طيب حاجه ثانيه، جميل شيل قال ايه؟ غير فرق الكيمياء. انا لما اطلع هيدروجين في الانتر ممبرين سبيس بروتون، بص في تشارج ولا نيجاتيف تشارج؟ بص في تشارج. يبقى انا هخلي بره بوزيتيف وجوه الهيدروكسيل اللي هيقعدي هيبقى نيجاتيف. يبقى بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، يبقى هعمل ديفرنس اسمه ايه؟ الكتريكال ديفرنس. يبقى انا معنى كده بالبروتون بامب عملت تو بوتنشال ديفرنس، عملت الكتريكال ديفرنس وعملت مين؟ الكيميكال ديفرنس، اسمه الكترو كيميكال بوتنشال ديفرنس، او بالاسم الثاني الحلو اللي مكتوب في السجل بروتون موتيف فورس. بروتون موتيف فورس. طيب ومن الاخر يا دكتوره انت الانرجي اللي عملت لنا بامبنج، ما هي البروتون موتيف فورس دي هي اللي انا هستخدمها واصنع بيها الاي تي بي. اصنع بيها الاي تي بي ازاي؟ عن طريق الكومبلكس تايب اللي هو مين؟ الاي تي بي سنتيز. الاي تي بي سنتيز ده كومبلكس تايب. طب ليه دكتوره ما قلتلناش عليه في الاول؟ ما قلتلكوش عليه في الاول لان انا لما بتكلم على الكترون ترانسبورت تشين بقول ايه؟ الكترون ترانسبورت تشين. هل الاي تي بي سنتيز ده بيت الالكترون؟ ما بيتش، ده بيصنع لي اي تي بي بس مجازا ادينا له التسميه كومبلكس تايب. طيب الاي تي بي سنتيز موجود فين؟ في الانر ميتوكوندريا ليمبر. الناس الدقيقه اللي شافت الصوره بتاعت الميتوكوندريا اللي انا كنت حاطاها كبيره قوي دي، تلاقي ان كان فيه في الماتريكس كده في سفير يعني نقط كده، وكان راسم عليها بالسهم اي تي بي سنتيز. دي شافوها بالالكترومايكروسكوب، لما بصوا على الانر ميتوكوندريا ليمبر لقوا فيه بروجيكشن سفيرز يعني كرات صغيره طالعه من الانر ميتوكوندريا ليمبرين، هي دي الاي تي بي سنتيز. طيب شكل الاي تي بي سنتيز ايه؟ الاي تي بي سنتيز الدكتور في الكتاب بتاعنا كاتبين ان هو شكله مشروم ابيض، مشروم ابيض اهو. دي
DF0 وDF1. بصوا انا بقى لقيت في تسميه بقى في الكتاب كان يتكلم في الدكتور فيه لقيته لولي باب ابيرنس. ايه رايكم؟ نخليها المشروع ابيرنس ولا لولي باب؟ كلنا كنا بنبص المنصات وولادنا بره في مصر وقرايبنا واخواتنا فلقينا لولي باب ابيرنس لقينا المشروع ابيرنس. ليه؟ بيتكون من جزئين، هو طبعا بروتين. ايه تي بي سنتين ده انزايم بروتين عباره عن طبعا الستوك بتاعته الستوك دي اسمها اف زيرو او اف او او ممكن دلوقتي التسميه جت منين اف او والراس بتاعته اسمها اف 1 بيتكون من ايه الصوره الاف زيرو دي فيها غالب يونت عشان تلاقي وصفه الفيروس كده فيها سي يونت وفيها مش عارفه ايه مالكوش دعوه بالديتيل. طب والاف 1 الاف 1 بتتكون من غالب يونت الفا وبيتا وجاما وبيتا وإكترون فين هلاقي الاف زيرو او الاف او هلاقيها موجوده في الانر ميتوكوندريا ميمبرين. يعني انا لو ركنت الانر ميتوكوندريا ميمبرين كده زي ما انا رسمها الانر ميتوكوندريا ميمبرين هيطلع منه كده الاف زيرو وبروجيكت كده الاف 1 يبقى اف زيرو طالع من الانر ميتوكوندريا ميمبرين والاف 1 اللي هي بروجيكتنج لاين 2 الماتريكس. يبقى الاف 1 الاف زيرو في الانر ميتوكوندريا ميمبرين والراس الهيب دي طالعه ناحيه الماتريكس. طيب احنا كلمه كده على جنب الاف زيرو دي ناس تقول لك ده انا مش هقول اف زيرو ده اسمها اف او او ليه؟ لان في ناس جابوا حطوا ماده اسمها اولجومايسين هتلاقوها ان شاء الله في الانهبيتورز بتاعت الالكترون ترانسبورت تشيت لقوا ان الاولجومايسين دي بتقفل الاف زيرو فقال لك لا خلاص يبقى انا هسميها اف او اف او يبقى الناس بقى اللي معايا وشغاله دماغها دايما نسميها اف او عشان نفتكر ان دي لما تيجي لما الانهبيتور بتاعت الاوكسيديتيف فوسفوريليشن اقول اه ده الاولجومايسين افتكرت الدكتوره قالت لي ان الاولجومايسين بلوك الاف او دي او الاف دي خلاص؟ طيب الاف دي فايدتها ايه؟ هي دي اللي بيعدي فيها البروتون اللي انا عملت له مين؟ بامبنج. احنا مش قلنا انا عملت بامبنج كده في الانتر ممبرين سبيس سبيس كان في هيدروجين كتير او بروتون كتير اهي الاف زيرو دي اللي بيعدي فيها البروتون اصلا ده كده البروتون اللي قالوا سكه بقى يعني انا بعد ما عملت له بامبنج في الانتر ممبرين سبيس لقاله سكه دخل عشان يصنع مين؟ ال اي تي بي. طب ازاي هاو ذا بروتون درايف اي تي بي سنسي يعني ازاي البروتون دي هتصنع لي اي تي بي؟ البروتون لما هتعدي في الاف زيرو او الاف 1 هتعمل روتيشن في الاف 1 الاف 1 اللي هي اسمها الكاتاليتيك يونت. كل انزايم فاكرين الانزايم بيبقى ليه كاتاليتيك يونت او سب يونت هي دي اللي بتعمل الكاتاليسيس في وجود مين؟ ال اي تي بي والفوسفيت تروح عامله لي مين؟ ال اي تي بي. مين اللي بيعمل روتيشن في الاف 1؟ دي الجاما في جزء في الاف 1 اسمه جاما سب يونت جاما بيلف بيعمل روتيشن فيمسك ال اي تي بي في الفوسفيت ويروح عامل لي اي تي بي سنسنج وفي نفس الوقت الروتيشن دي بتعمل لي كمان اي تي بي ريليز يعني تصنعه وتعمل له ريليز. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ازاي ان تنقيب الالكترون او الالكترون